نطلب منكم ان تساعدونا الجهات المختصه ان يامنوا لنا. اول شيء عم نروح على الكازيه بالليل الساعه 2 3 بالليل، بنسهر بالكازيه 5 6 ساعات ونرد بنجي لهون بنشتغل كل النهار، يعني ما الوضع ما هو مضبوط. نحن جرمانا كراج الست وجرمانا باب توما وجرمانا كراج العباسيين، فجاه وقفت بطاقاتنا يومين عم نشتغل وعم تعطينا صفر بالليل. رحنا على هندسه المرور شرحنا له للاستاذ حسام وطالع على الكمبيوتر عنده انه السياره ماشيه 187 كيلو بالنسبه لسيارتي. قال مزبوط ماشي. قلت له طلع لي 8 التور اي بعد ما صار لها يومين واقفه. قال الجهاز ما ماسك معك. قلت له كيف طيب عندك طالع انه ماشي 187 كيلو والجهاز؟ قال شغلكم عند وزاره النفط. شو بتشتغل؟ بتاخذ سفره لترين وربع تقريبا روح رجع على باب توما. فجأة من نهار الثلاثة الماضي كان الرصيد صفر. ثاني يوم اشتغلنا 13 سفرة لقينا الرصيد صفر. أربعة وخميس رصيد صفر، كان امتحانات كمان وجرمانة كتير كانت في ناس على الشوارع، يعني تبهدلت العالم. وهي نحن عم نحكي باسم 800 سيارة على الخط. نظام الجي بي اس نظام فاشل جدا، يعني 100%، لأنه نحن عندنا المسار من جرمانة على باب توما 6 كيلو. يعني انت بهال 6 كيلو هذول لازم اقل شيء يعطيك جهاز لترين على السفره، لترين روحه لترين رجعه. نحن اليوم عم بيعد لنا لتر روحه رجعه، ها اول شغله. الشغله الثانيه بالفتره الاولى اللي ركبونا فيه جهاز ظلوا نظام مضبوط 100% لتحديد النقاط الوصول والوصول لباب توما والوصول لجرمانة لنهايه الخط هي كراج سويدا. من يومتها انتزعت الفرمه كلها تبع الجهاز وبطل يعطي المعلومات اللي موجوده فيه. اول شيء صارت البطاقات عندنا صفر لمدة يومين أو ثلاثة، على أمل إنه يعطونا مازوت. صار واحد يشتري من برا حر، يشتري من برا حر، لا يشتغل يشتغل بيخسر هو والشوفير بيخسر، كله بيخسر، حتى المواطن خسران. هذا صار في صعب، عايش أكثر من عائلتين وثلاثة، يعني بهالوضع هذا وقفت السرفيس، ما بيعطونا مخصصاتنا المضبوطة. عم نمشي وبنشتغل وكل شيء بس ما بيعطونا المخصصات تبعنا. عم نمشي 5 سفرات عم بيعطونا 3 لتر. طيب شو بدهم يعملوا 3 لتر؟ بالنسبه لنا جرمانه نحن عانينا فيها، قالوا انه بيت سحب عقربه سكرت بطاقاتهم، بس انا عن نفسي ماني متاكد ما بعرف. انا اللي بعرفه اني اشتغلت يومين كاملين صفر رصيدي. بالنسبه لي يومين كاملين صفر رصيدي، انا ماني مضطر اشتغل وبالاخر ما اخذ مازوت. وقفت السرفيس 10 ايام ما حركت نهائيا. امبارح اولت امبارح طلعت على الشغل عبيت تمام، بس وثاني يوم ما اخذت الكميه اللازمه، يعني اللي انا شاغل 7 سفرات بيطلع لي 19 20 لتر، انا ما عبيت 20 لتر. من اول ما جابوا مجي بس انا صاحب مكره، من اول ما جابوا مجي بس وضعنا تمام، ليوم الثلاثاء مو هذا اللي قبليه، يعني من مده شيء 13 يوم. قام مثلا تمشي 10 سفرات ينطونا كرتل. تمشي 15 20 سفره ينطونك 3 رتال وعلى ضمن الخط. فهمت على شلون؟ ما ينطونك مثلا في مازوت، المازوت موجود بالكازيه بس الجي بي اس ما يعد. وزاره النفط قالوا لنا في عطل بالتكامل. حكيت على التليفون مع التكامل قال نحن عباره عن وسيط بالرسائل، ما لنا شغل بعدد الكميه. الشغله ضايعه بين هندسه المرور ووزاره النفط، المهندس هذا بيزتنا على هذا ووزاره النفط بالاخير قال لا تجوا لعندي شغلكم عند هندسه المرور، وبنتمنى من سياده المحافظ يلاقي لنا حل لهالمشكله. انا شاري 50 لتر مازوت اللتر ب6.5 على امل انه تفتح ثاني يوم بطاقتي. كل يوم بقول بتفتح وما عم تفتح، عم تفتح 4 5 لتور عم امشي 160 170 كيلو. هلق نحن اليوم 800 سياره على الخط تمام، مش معقول من كراج الست مثلا لا جرمانة ما حدا عم بيوصل لنهايه الخط ولا بدايه الخط تمام. انا امبارح عبيت 27 لتر 27 لتر تمام، عبيت 27 لتر ماشي، اساس انه انا ثاني يوم ترجع تفتح معي كمان 27. قام ما فتحت 3 لتوره. امبارح بالذات كمان نفس العمليه، اشتغل 7 سفرات فاتحه 4 لتوره. ازمه محروقات تلحق باصحاب السرافيس نتيجه ضياع الحلقات وغياب الحلقه المفقوده بين المحروقات والتكامل وهندسه المرور، فهذا ما يحمل اصحاب السرافيس اعباء شراء الماده من السوق السوداء او عدم تخديم المواطنين. هذا الموضوع برسم الجهات المعنيه، نامل ايجاد الحلول.